السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما متجمعين مع بعض في الخير وعلى خير وزايدين دايما دايما ومش ناقصين، يومكم سعادة ان شاء الله. النهاردة حلقة يوم الحد والنهاردة عندنا بقى ايه وصفات لذيذة جدا. كل سنة وانتم طيبين وان شاء الله كده ايه عام دراسي موفق بإذن الله. ربنا يعين كل الأمهات على أولادها ويا رب يا رب يعني يكرم أولادنا كده ويهديهم لنا وان شاء الله كده يجعلها سنة سعيدة عليهم يحققوا فيها كل اللي بنحلم بيه ليهم ان شاء الله وأحسن كمان بإذن الله ويقدرنا ويعيننا عليهم ان شاء الله. النهارده بقى بما ان بقى السنه الدراسيه بدات فمعاكم بقى نعمل وصفات كده تكون خفيفه على كل ام بحيث ان هي تعمل لاولادها اكل صحي ومغذي وسريع علشان تقدر ان هي تواجه معاهم اليوم من ناحيه بقى المذاكره والمدرسه ونودي المدرسه ونجيب من المدرسه ونودي النادي والحاجات دي كلها. فهنعمل وصفات ان شاء الله كده تكون لذيذه وسهله ان شاء الله. عندنا النهاردة ايه من وصفاتنا؟ عندنا النهاردة كفتة داود باشا. كفتة داود باشا من الكفتات اللذيذة جدا اللي ينفع نقدمها جنب رز جنب مكرونة لان فيها صوص احمر، فبالتالي ينفع ان احنا ناخد من الصوص نحط على الرز او مع المكرونة هتبقى لذيذة جدا. كمان هنعمل جنبها النهاردة عيش لذيذ قوي قوي سهل كده وبسيط ان شاء الله يعجبكم جدا، وهو خبز الدار. خبز الدار هو من المغرب العربي مشهورين بيه جدا فان شاء الله يعجبكم قوي. كمان النهاردة عندنا حلو سهل جدا جدا، هنعمل النهاردة كنافة بالكريم كراميل. ومين ما بيحبش الكنافة؟ والكنافة مش بس في رمضان، أنا من الناس اللي بتاكلها على مدار السنة. فالنهاردة هنعمل الكنافة بالكريم كراميل إن شاء الله، برضو وصفة سهلة ولذيذة وإن شاء الله تعجبكم قوي. ده كده المنيو بتاعنا النهاردة، فتعالوا نبدأ على طول يلا بالكفتة، كفتة داود باشا. وبما ان بقى ايه حابين نخلي الموضوع اقتصادي شوية وعايزين نكتر كمية الكفتة وفي نفس الوقت تبقى صحية ومفيدة ولذيذة، فالنهاردة هنعمل كفتة داود باشا وهنحط لها مكون خطير هيفرق معانا جدا في كمية الكفتة. تعالوا نشوف المقادير. عندنا النهاردة عندنا نص كيلو من اللحمة، تكون لحمة مفرومة وتكون يفضل ان هي تكون حمرة تماما، ولو فيها دهون ما تبقاش كتير قوي. عندنا بصلة مفرومة ناعم ومتصفية. هنحتاج بقى مكون خطير هيخلي الكفتة طعمها لذيذ قوي وفي نفس الوقت هيكتر لنا 50% من كمية اللحمة، يعني لو هعمل نص كيلو لحمة فهيديني كمية كيلو لربع من اللحمة. هنضيف باكت خلطة المفروم من كنور، خلطة جديدة من كنور، وكنور معودان على الخلطات المميزة اللي طعمها لذيذ جدا وبتفرق فعلا فعلا في طعم الوصفة. فالنهاردة معانا الخلطة الخطيرة الجديدة من كنور اللي هتزود لنا كمية اللحمة المفرومة معانا النهاردة، وهي خلطة المفروم من كنور. هنحتاج معلقتين كبار من الدقيق، مش محتاجين أي بهارات ولا نكهات ولا أي حاجة خالص غير شوية ملح وبس. اما الصوص بقى بتاع داود باشا فهنحتاج له معلقه صغيره من الثوم المفروم، كوبايتين من عصير الطماطم، ومعلقه كبيره من الصلصه. كمان هنحتاج حوالي كوبايتين من ميه سخنه، مكعب مرقه، معلقه كبيره من الزبده، ومعلقتين كبار من الزيت، رش سكر، ملح وفلفل اسود. بس كده، ده كده المقادير. تعالوا بقى نشوف طريقه التحضير. وبدايه كده هجيب طبق غويط. اول حاجه بقى واول خطوه معانا في الكفته بتاعتنا النهارده ان احنا ناخد خلطه كنور، خلطه المفروم من كنور، خلطه جديده من خلطات كنور الرهيبه اللي كلنا بنعشقها عشان نشتغل بيها. وادي الخلطه بتاعتنا وده شكلها عشان لما تروحي السوبر ماركت كده تعرفي شكلها وتجيبيها اهي. تمام، خلطه جديده من كنور للمفروم. طيب هنجيب طبق واجيب كوبايه معياريه وهعاير بقى. طيب هنعاير كوبايه من الميه البارده، هنحطها في طبق غويط، وبعد كده نطلع المقص. بسم الله. ونفتح خلطة كنور ونفضيها في كوباية المية
عايزه اقول لكم فيها خضار مجفف وبقدونس وتوم باودر وبصل باودر، يعني فيها كل البهارات اللي احنا بنحطها وبنحتاجها واكتر كمان، بتدينا طعم لذيذ جدا جدا، فانت مش محتاجه تحطي اي بهارات للكفته. هقلبها زي ما قلنا، الخلطة بتاعتنا بتزود الكمية، يعني لو عاملة نص كيلو لحمة فبتزود لي نصها، يعني تبقى بدل نص كيلو تبقى كوباية إلا ربع. بقلب الخلطة بتاعتي وبسيبها 10 دقايق علشان تنفش كده. تمام، نركنها بقى على جنب، وده بيكون شكلها بعد 10 دقايق تقلت وبقت معانا بالشكل ده. تمام اهو، يلا بينا بقى نعجن الكفته. عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، يفضل ما يكونش فيها نسبه دهون كبيره علشان تحافظ على كميتها. هبتدي انزل اللحمه، بسم الله، ونحط معاها خلطه كنور، خلطه المفروم من كنور. عايزه اقول لكم ان الخلطه دي كمان متعدده الاستخدام، تمام، هتضيفيها على اي كفته هتكتر لك الكميه، سواء كفته لحمه بقى او كفته فراخ، ممكن كمان تمام نحطها في الحواوشي هتبقى خطيره، حاجات كتيره قوي استخداماتها كتير جدا. يلا بينا نعجن بقى. واحنا بنكلم مين؟ ام كريم. الو، حط بس شويه ملح. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا روحي، عامله ايه؟ حضرتك طيبه. وانت طيبه حبيبه قلبي، منوراني. الله يخليكي، الله يكرمك، تسلميلي. نفسي ما بين ايديكي والله. وإياكي. انا اول ما حضرتك بداتي وانا بتصل والله. يا روحي منوراني، تسلميلي. اسعدتيني باتصالك. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي. كل سنه طيبه بقى، عامل مدرسه جديد بقى. ايوه، ربنا يعيننا جميعا. ربنا يعيننا جميعا يا رب. يا رب. حضرتك عندك في مدارس برضو؟ اه طبعا. لا لا لا، ازاي بقى؟ معاك. عندي حبوبه جريد 9، وعندي كمان رحمه كليه، فالحمد لله. ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله. الله يخليك. لا حفيدتي وديتها النهارده والله. واحفادي. اه لا ما شاء الله، لا ما شاء الله. لا بس انا بقول اللي في مسؤوليتي انا بقى، اللي هو ذاكري ومش عارف ايه. ايوه ربنا معاك ويقويك يا ست فاطمه. تسلميلي ومنوراني. الله يخليكي. عايزه ابعت برقية تهنئه لبنتي، عيد جوازها بكره، ام جوري. حبيبتي. يمكن كلمت حضرتك قبل كده. ايوه. عيد جوازها بكره. تتهنى يعني يا رب العمر كله. الله يخليكي. وببعت لجوزها برضو يديم المواده بينهم دايما يا رب. امين يا رب. عنهم اي حاجه وحشه يا رب، يا روح قلبي ويبارك لهم فيكي. حلوين من حضرتك بقى، يبارك لهم فيكي يا روح قلبي. الله يخليكي يا حبيبتي، يبارك لهم فيكي، والعمر دايما كله فوق راسهم كده ومنوراهم دايما. اسلامي يا حبيبتي، احنا وانتي يا حبيبتي. امين يا رب حبيبتي. يا رب الله يخليكي، يحسن ما بين ايديكي يا واياكي واياكم جميعا. نورتيني يا روح قلبي، نورتيني. وكل سنه وام جوري طيبه يا رب، والعمر كله في سعاده وهنا، ويبارك لها في زوجها ويبارك له فيها، ويا رب كده دايما يديم ما بينهم الحب والموده والرحمه. اللهم امين يا رب. يا جماعه الخلطه خطيره خطيره. نرجع تاني بقى لخلطه كنور الخطيره دي. بصوا بصوا قوام الكفته بتاعتنا بقت عامله ازاي، شايفين؟ تحفه. بصوا تحفة، كميتها زادت وفي نفس الوقت ريحتها مش ممكن تجنن، طعمها حلو قوي، صدقوني هتنبهروا من النتيجة. كده أنا خلاص خلصت عجنة الكفتة بتاعتي زي الفل. يلا بينا نشكلها. أحضر بس كده إيه دي، عايزين كنا عايزين طبق. طيب نجيب طبق فلات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الطبق ده هحط بس فيه كده معلقتين من الدقيق. احنا ما حطيناش البصل، يعني انا حطيت كل حاجه وما حطيتش البصل في الكفته. يلا بينا نحط البصل. لا والله، بس انا لا، الخلطه يعني من ريحتها حسيت ان مش هنحط حاجه تاني بصراحه. يلا نضيف البصل بتاعنا ونكمل كده كده تقليب. البصل طبعا معصوره، تمام، مفرومه ناعم جدا جدا ومعصوره كده زي الفل ما شاء الله. ما تنسوش ان الميه اللي بتتحط فيها خلطه كنور بتبقى ميه بارده مش سخنه يا جماعه، ميه بارده. تمام،
ما حطيتش اي بهارات ولا اي توابل غير شويه ملح صغيرين. حلو قوي. هبتدي اخد بقى اعمل كور متساويه الحجم، انزلها في الدقيق بالشكل ده. ليه بقى بحطها في الدقيق؟ علشان لما اجي احمرها وادي لها التحميره بتاعتها، الدقيق ده بيتحمر معايا في الصينيه، ولما اجي اعمل الصوص بتاع داوود باشا تلاقيه الصوص كده فيه ايه، له سمك شويه، ما يبقاش خفيف قوي. تمام. الكفته اللي انتم مدخلينها لي متعفره بالدقيق ولا عفرها؟ اللي انتم مشكلينها مش متعفره، فانا عفرها. طيب انا عايزه برضو ابص كده اخبار الطاسه بتاعتنا ايه عشان نبدا نحمر. اعتقد ولا اسهل من كده. الكفته متماسكه وخطيره وريحتها بجد حلوه قوي قوي، يعني اعتقد ان احنا كلنا عندنا ثقه كامله في منتجات كنور بشكل عام. فاي منتج جديد كنور هينزلوه بيبقى يعني زي ما بنقول كده على الفرازه، مش اي حاجه بتنزل. فبصراحه مميز جدا، الخلطه بتاعت النهارده مميزه قوي، خلت كده اللحمه ناعمه ناعمه، يعني تحسي الكفته كده ناعمه في ايدينا، ريحتها حلوه وطعمها بيبقى جميل جدا. وكمان زودت لنا الكميه، ودي اهم حاجه بقى في الموضوع، وبكل المكونات اللي فيها مكونات طبيعيه 100%. ما تنسوش الحته دي اهم حاجه. يلا ندحرج دول كمان. نحاول بقى واحنا شغالين في الكفته كده ان احنا نراعي ان الوحدات بتاعه الكفته تبقى كلها متساويه قد بعض كده، الشكل العام بتاعها يبقى حلو في التقديم، وكمان التسويه تبقى واحده، ما يبقاش واحده صغننه وواحده كبيره. تعالوا نبص كده بص على الصينيه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الجلافز بقى بيعمل مشكله، لازم نقلعه. تمام. تعالوا بينا بقى ناخد الزبده وشويه زيت صغيرين خالص، يعني معلقتين زيت ومعلقتين زبده علشان ابدا اشوح فيهم الكفته. بسم الله الرحمن الرحيم. على ما السمنه او الزبده والزيت او سمنه وزيت متاح مفيش مشكله، يبتدوا كده يسخنوا. تعالوا نكمل الكفته يلا علشان ننزل في الصينيه بتاعتنا ونملى الصينيه ونحمر الكفته بتاعتنا تحميره كويسه. من الاكلات اللذيذه اللي ما بتاخدش معاكي وقت خالص، والكفته من الحاجات اللي الاطفال كلهم، والله مش اطفال بس، اطفال وكبار بيعشقوها. وزي ما قلت لك تقدري تقدميها مع رز، سواء رز بشعريه او رز ابيض، او تقدري كمان تقدميها مع مكرونه، وما تعمليش صوص للمكرونه ولا حاجه، هو الصوص اللي هيتعمل مع الكفته يتحط كده على المكرونه، فهيبقى لذيذ جدا. ونبقى عملنا الغدا كده ما فيش ربع ساعه ومخلصين وزي الفل. معانا مين؟ لا الصوت بعيد معلش. ام دانا؟ الو الو الو، ازيك يا فاطمه؟ ايوه مساء السعاده. مساء الفل عليك. الله يخليكي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. معاكم ام دانا؟ تمام الحمد لله يا روحي. كنت عايزه اعمل تهنئه يا فاطمه. اتفضلي بس علي صوتك شويه، او اقول علوا لي الصوت انا مش سامعه. اتفضلي يا ام دانا. معاكي ام زينه يا شيف فاطمه. جنى؟ زينه. تاني. ام زينه. جانا؟ جانا هم اللي قالوا لي كده، انا او انا مش سامعاهم بصراحه. ماشي يا ام جانا اتفضلي. فاطمه ام زينه. زينه؟ لا معلش بقى، هم اللي مش سامعين جوه. هم ماشي يا ام زينه اتفضلي يا روح قلبي. اتفضلي معاكي، اعملي تهنئه يلا انا سامعاكي. كنت عايزه اعمل تهنئه لجوزي بعيد ميلاد عيد جوازنا انا وهو بكره ان شاء الله. كنت عايزه اقول له ربنا يخليك ليا، تفضل دايما في حياتنا كده ومنورها يا رب. امين يا رب، امين يا رب.
نورتيني يا ام زينه، وربنا يسعدك يا حبيبه قلبي انت وزوجك كده، ودايما العمر كله في سعاده وهنا، اللهم امين يا رب. وعيد زواجك سعيد. حالا نحط بس الكفته تتحمر الاول ونطلع على طول. زي ما انتم شايفين كده خلاص الزبده والزيت سخنوا كويس قوي، هبتدي انزل كرات الكفته بتاعتنا علشان تتحمر. والريحه يا جماعه، الريحه خطيره خطيره بجد. حط الكميه المناسبه عشان اقدر ان انا احمرها واقلبها، ونسيب الباقي بقى نحطه مره تانية بالشكل ده، ونخلي الكفته بتاعتنا بقى تتحمر تاخد لون لطيف كده من جميع الجهات، وبعدين نطلعها ونشوف هنعمل ايه بعد ما الكفته تتحمر. فايه رايكم تطلعوا فاصل صغير خالص، احمر الكفته وارجع لكم على طول. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني وبنحمر الكفته، ومش قادره اقول لكم بجد الريحه عامله ازاي في المكان، الريحه خطيره بجد تفتح النفس جدا. وكميه اللحمه بسم الله ما شاء الله زادت كده وكترت، وبنحمر الكفته من جميع الجوانب زي ما انتم شايفين كده، ونديها لون حلو قوي. تمام، هتبقى مستويه حوالي تلتين تسويه. تمام، التلت التاني هتستوي مع الصوص اللي احنا هنعمله دلوقتي اللي هو صوص داوود باشا، فنحمر بس ونطلع على طول. اروح كده اجهز بقى معانا ايه، معانا توم اروح اجهزه علشان ننزل بيه بعد ما اطلع الكفته. نجيب التوم ونجيب الصلصه نجهزهم جنبنا. الدقيق بقى اللي احنا حطيناه ولفينا بيه الكفته، عفرنا بيه الكفته، لما بينزل هنا بيتحمر في الزبده والزيت وبينزل كده في ارضيه الصينيه بتاعتنا، وده له ميزه حلوه جدا جدا. اولا هيدينا طعم حلو قوي مع الـ 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 نقول ايه كل السوائل اللي بتنزل من الكفته مع الدقيق، والدقيق هيخلي الصوص اللي احنا هنعمله يبقى له سمك شويه، ما يبقاش خفيف قوي. تمام، تعالوا بينا نطلع بقى الكفته بتاعتنا كده اللي اتحمرت. هتلاحظوا معايا حتى لون الكفته، الخلطه اللي احنا حطيناها خلطه المفروم من كنور ما غمقتش الكفته، ما خلتش لونها طالع في حاجات بنضيفها كده اضافات بتخلي الكفته طالعه لونها مغمقه قوي ومسوده كده، لا الكفته طالعه لونها خطير، ريحتها تجنن وطعمها حلو قوي قوي. والميزه كمان ان احنا ما احتاجناش نحط بهارات كتير ولا الكلام ده كله. كده خلاص كفتتنا اتحمرت والدنيا تمام، وبينا بقى مكان ما حمرنا الكفتة ننزل على طول بمعلقة التوم المفروم ونقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما التوم تلاقيه كده خلاص بقى لونه ذهبي فاتح زي كده بالظبط، ما تطوليش، نزلي الصلصة قلبي ونجيب الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما ان الطماطم بتاعتنا كمان كانت واخده غلوتين ومتسبكه، فانا مش محتاجه اسيبها تتسبك كتير، اما لو الطماطم فريش فسيبيها تاخد راحتها في التسبيك. حطيت لها كوبايتين ميه مغليه، اظبط هنا الملح بتاع الصوص، فهحط ملح، نحط فلفل اسود، واضيف رشة سكر، مكعب من المرقة،
ونقلب ونسيب بقى خليط الصوص ده يغلي كويس قوي عشان ننزل فيه الكفته بتاعتنا. نسيبهم على النار 10 دقايق الكفته تكمل تسويتها ونقدمها بألف هنا وشفا. في التوقيت ده لو هعمل مكرونه يا دوبك الحق احط المكرونه تتسلق، في ال 10 دقايق بتوع سلق المكرونه دول يكون الكفته خلاص جاهزه، ويلا كله على بعضه كده شويه كزبره خضراء على الوش وبألف هنا وشفا، والغدا كمل مع شويه سلطه شويه مخلل من اللي احنا عاملينه. شايفين الليمون المخلل اللي احنا كنا عاملينه؟ خطير. شايفين شكله؟ انا من ساعه ما جيت عماله ابص له عجبني جدا ما شاء الله، لونه مش عامل ريم مش عامل حاجه، خطير. وعايزه اقول لكم ان خلاص نقدر نفتح عليه، احنا كنا عاملينه اخر كان يوم الثلاث اللي فات فاعتقد، او يوم الاثنين كمان كنا عاملينه يوم الاثنين، فكده الدنيا تمام جدا. عايزه اوريكم خلطه كنور بعد ما سبناها الوقت اللي احنا قلنا عليه 10 دقائق. بصوا كده معايا، دي اللي احنا نقعناها مع بعض، بصوا ادي شكلها اهو، بصوا تحفه. بتتحط بقى على نص كيلو الكيس او الباكت، بتتحط على نص كيلو من اللحمه المفرومه، تعجنيهم مع بعض، بيديكي نتيجه ولا اروع وطعم ولا احلى من كده. يلا بينا ننزل الكفته بتاعتنا بقى بعد ما الصوص غلي كويس قوي. انا مش سامعاكم يا جماعه، يا ريت تعالوا صوتكم. ام موده الو. الو، يا مساء الفل. مساء الهنا يا شيف فاطمه، عامله ايه؟ ازيك يا روحي، اخبارك ايه؟ انا بحبك جدا وبحب وصفاتك كلها جميله بجد، بتجري ريقنا. حبيبه قلبي يا ام موده والله العظيم، تسلمي لي، ده من انا زوقك. اول مره اكلمك اصلا. منوراني يا روح قلبي، دايما كده تكلمينا على طول. انت عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه يا روح قلبي، في نعمه والله، تسلمي لي. انا عايزه اخلص بتاع المكرونه اللي النجريسكو لو سمحتي. يعني عينينا عينينا، اقولها لك على طول. نورتيني يا ام موده. بصوا الجمال بقى بتاع الكفته بتاعتنا، يا خبر، بصوا تحفه. هنا انا نزلت الكفته خلاص، وزي ما قلنا الكفته كانت متحمره كويس، فهي تلتين سوا، هغطي عليها واسيبها 10 دقايق، مش عايزين اكتر من كده، ونهدي عليها النار شويه كمان. وتعالوا نقول لام موده على طول يلا تعمل نجرسكو علشان تقوم تعملها اوام. هنحتاج ايه بقى للنجرسكو؟ هنحتاج مكرونه قلم او مكرونه سباجيتي على حسب انت بتحبي انهي نوع، هنسلقها تلتين سوا بس، تمام. طيب هنحتاج بقى نحط طاسه على النار، نحط فيها معلقتين زبده، معلقه زيت، ولما تسخن كويس قوي نبتدي نشوح نص كيلو من صدور الفراخ متقطعه صغير، تمام، زي الشاورما كده. هشوح الفراخ بتاعتي، وبعد ما تتشوح وتتقفل المسام بتاعتها تماما، ما يبقاش فيه ميه عندي في الطاسه خالص، هبتدي ازود بصلتين متقطعين جوانح، اكمل تشويح، اجهز برضو فلفل الوان متقطع ترنشات رفيعه جدا، بعد ما البصل يدبل كده شويه مع الفراخ هبتدي احط الفلفل، بنتبل بملح وفلفل، بهارات فراخ، مرقه فوريه، بحط كمان زعتر، واقلب الكلام ده كله، وفلفل اسود اكيد، بقلب الكلام ده كله مع بعضه، خلاص الدنيا تمام وتتبله تمام التمام، برفعهم من على النار وابتدي اضيف لهم بقى ممكن شرايح زيتون، ممكن احط معاهم شويه جبن، خلاص وبتبقى كده معايا الحشوه بتاعت النجرسكو جاهزه. سلقنا المكرونه، عملنا الخلطه او الحشوه بتاعه النجرسكو، تعالوا نعمل البشاميل. وصوص البشاميل اللي بيكون صوص متوسط القوام الى خفيف شويه، تمام. فهنحتاج 4 معالق على نص الباكت او على باكت المكرونه اللي هو نص كيلو ده، هنحتاج 1.5 كيلو من اللبن، 6 معالق من الدقيق، 6 معالق من الزبده، 6 معالق الزبده على 6 معالق دقيق على النار، يتحمروا الدقيق يتشوح كده من غير ما يغير لونه، وبعد كده انزل بلتر ونص من اللبن تدريجيا مع التقليب المستمر لغايه ما الصوص بقى يتقل معانا ويغلي، خلاص هيبقى صوص زي ما قلنا مش تقيل قوي مش سايل قوي. خلاص بنتبله بملح وفلفل، مكعب مرقه، وممكن معلقتين قشطه او جبنه كريمي كده، خلاص صوص البشاميل بقى جاهز معانا. هنجيب بايركس، ممكن اقلب المكرونه مع الفراخ والخلطه اللي احنا عاملينها تبقى كلها في بعضها، او ان انا اعمل طبقه مكرونه بس في الارضيه لازم احط مغرفتين ثلاثه من صوص البشاميل، احط بقى مكرونه، احط الفراخ، احط مكرونه ثاني، وانزل بقى بقيه البشاميل اللي انا عاملاه على الوش جبن، وبندخل الفرن على درجه حراره 200 على الرف الوسطاني لغايه ما الجبنه تسيح وتاخد لون حلو من على الوش، وتطلع بألف هنا وشفا. دي طريقه النجرسكو. احنا كده خلاص خلصنا، وداود باشا كمان استوت، بصوا كده معايا تحفه، اللهم بارك. هروح بقى اجيب طبق التقديم
علشان ننزل فيه، وصوص تقيل وخطير. يعني لو انا عامله مثلا رز ابيض او عامله مكرونه فالدنيا هتبقى حلوه قوي قوي. احنا معانا ايه تقديم يا ريهام؟ رز. طيب ما تدخلهولي عشان احط حواليه الكفته، ولا نطلع فاصل؟ خلاص احنا كده يعتبر خلصنا. خلاص داوود باشا خلصت معانا وبقت جاهزه على التقديم. تعالوا بينا نطلع فاصل صغير خالص، نرجع من بعدين نشوف هنعمل ايه تاني. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيين. خلصنا داوود باشا، والريحه يا جماعه فظيعه والطعم احلى بكتير. ان شاء الله تجربوها وتجربوا خلطه كنور للمفروم، تعجبكم جدا باذن الله. والله قلت لهم بقى ولا رز ولا مكرونه، تعالوا نعمل بقى شويه عيش لطاف كده ناكل بيهم كده داوود باشا وهتبقى تحفه جدا. النهارده هنعمل خبز الدار بطريقه سهله وبسيطه، ولا عجان ولا مضرب ولا اي حاجه خالص، وبايدينا كده. وهنعمل احلى عجينه، نعمل منها احلى عيش سهل وبسيط كمان، ينفع قوي قوي ان احنا نعمله عشاء للولاد او فطار، هيبقى خطير. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. ومقاديرنا هتكون عندنا ابيض بيضه وبيضه، والصفار هنحتاجه، يبقى هما بيضتين، هاخد منهم بيضه وبياض بيضه ونسيب الصفار. هنحتاج معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعلقتين كبار من السكر، معلقه كبيره بيكنج باودر ورشه ملح، كمان تلت كوبايه من الزيت، وتلات كوبايات حليب دافي. ونقدر نستبدل الحليب بميه، بس حبيت اعجن لكم بحليب علشان يبقى عيش كده غني ولذيذ جدا. طيب دهان الوش بتاع خبز الدار النهارده هيبقى صفار البيضه اللي احنا حجزناه من العجينه مع حوالي ربع كوبايه من اللبن، تمام. اما الوش فنقدر نحط سمسم او حبه البركه او الاثنين او من غير خالص، خلاص ليكم مطلق الحريه. دي المقادير، تعالوا بينا نشوف يلا على طول طريقه التحضير. واحنا بنقول المقادير اللبن او ثلاث كوبايات اللبن دول يكونوا دافيين، تمام. تعالوا بينا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. انا هجيب طبق اكبر شويه عشان نعرف نتعامل كده، لما يكون الطبق واسع شويه في العجن بالذات بيريح جدا. نجيب مضرب كمان ويلا بينا بقى ناخد المكونات السايله. الاول عندنا هنا بيضه وبياض بيضه، وعندنا تلت كوبايه زيت، وعندنا كمان اللبن. فتعالوا بينا يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. واللبن زي ما قلنا يكون لبن دافي. العجينه بتاعتنا النهارده مش عجينه متماسكه، او يعني عجينه ماسكه نفسها، لا، العجينه النهارده عجينه الى حد ما خفيفه قوي، وده اللي بيدي للعيش او خبز الدار بيديله ارتفاع اكتر، يبقى هشه اكتر ويبقى طري اكتر. حطيت البيضه وادي بياض البيضه، حط تلت كوبايه زيت، نضيف كمان السكر والخميره، تعالوا نقلبهم مع بعض كويس جدا. واحنا بنكلم ام ادم. الو. الو، يا مساء السعاده. الو، ايوه شيف فاطمه، ازيك عامله ايه؟ انا عايزه اقول لك بعشقك بعشقك حبيبه قلبي، تسلمي لي والله كلك ذوق. والله العظيم بصي بعشقك عشق يا شيف فاطمه. حبيبتي والله. تسلم ايدك على كل حاجه. تسلمي يعني بصي، انا عايزه اوصل لك من كام يوم بصراحه عشان اقول لك البيتزا خطيره. قلبي. وحياه ربنا يا شيف فاطمه، بصي انا جوزي بيعشق البيتزا، اما جربتها منك ما بقاش يجيبها من بره تاني. ما شاء الله، اللهم بارك. تسلمي لي والله. ربنا يحسن ما بين ايديكي ويخليكي لينا. الواحد بصي والله العظيم بقى بيفرح مع رياكشنات وشك كده، بقينا بنحبها حبيبه قلبي والله كده. تسلمي لي يا روح. انا فرحانه قد ايه بجد. ربنا يبارك لي فيك يا روح قلبي بجد، وانا فرحتيني النهارده. الحمد لله، اللهم لك الحمد، يعني صايمه لله
دعواتك. وربنا يجعل دعواتي من نصيبك. امين يا رب حبيبه قلبي. يا والله ربنا يعني فرحتيني جدا. ويخلي لك ولادك واحفادك وخليكي لينا دايما يا رب كده ومفرحونا دايما ومش كسفانا قدام رجالتنا ابدا. يبارك لي فيكم جميعا يا رب ويسعدكم ويهنيكم يا رب دايما اكون ولو حاجه بسيطه جدا تدخل السعاده والسرور على بيتكم. اللهم امين يا رب. حبيبتي يعني فرحتيني قد كده والله. لسه جايه في الطريق ومعايا داليا فبقول لها انا مبسوطه قوي لقيت ناس كاتبه لي وحشتينا وما كنتش موجوده امبارح انا مستنياكي وكلام الحلو ده. فبصراحه قلت لها يعني يكفي كلمتين زي كده يخلوا الواحد داخل الحلقه وهو يعني اخر انبساط. فتسلموا لي وما تحرمش منكم ابدا ابدا. واحنا بنكلم مؤادم حبيبتنا بقى حطينا كل المكونات فيه ما عدا الدقيق والبيكنج باودر. نحط كمان الملح بقى. يعني احنا حطينا هنا 3 كوبايات من اللبن، حطينا بيضه وبياض بيضه، حطينا كمان معلقه كبيره من الخميره، معلقتين كبار من السكر، تلت كوبايه زيت. كل ده قلبناه مع بعضه كويس، وادي نص معلقه صغيره من الملح. قلبناهم كلهم مع بعض كويس قوي وقلنا ان اللبن لازم يكون دافي علشان يساعد على تخمير الخميره. تمام، بس ما يكونش سخن، دافي بس. خلاص هبتدي بقى انزل الدقيق، والدقيق حوالي 4 كوبايات من الدقيق، يعني بما يعادل كده نص كيلو من الدقيق. وراعي ان الدقيق يكون منخول ودي يكون دقيق مخبوزات. هضيف كمان معاه معلقه من البيكنج باودر. وتعالوا بينا بقى نبتدي نعجن الكلام ده كله. زي ما قلت لكم مش محتاجين عجان ولا حاجه، العجينه خفيفه، فالعجين الخفيف ما بيبقاش متعب قوي في العجن. تمام، هتلاقوا العجينه كده شبه سايله شويه. يلا نقلب. عارفين هتبقى اتقل شويه من عجينه الكيك. تمام، نعجن بقى لغايه ما نلاقيش فيه اي تكتلات معانا خالص للدقيق. العجينه دي ميزتها ايه بقى اقول لكم؟ ميزتها ان هي بتنفخ جدا في النار. تاني حاجه ان هي بتخمر بسرعه، كل ما العجينه كانت خفيفه او قوامها خفيف بتخمر اسرع. تمام، ادي العجينه بتاعتنا. بصوا طريقه العجن بطريقه الرب كده، ان احنا بنربها كده. حلو قوي، هي كده اتعجنت وتمام التمام. خدنا وقت خالص. هبتدي بقى اغطيها واسيبها في مكان دافي تخمر ويتضاعف حجمها، او ان انا اصبها على طول في الصاج. وتعالوا نصبها وده هيبقى افضل لنا. نحضر صاج الخبز، اتمنى تكونوا مجهزين اهو جاهز. وصاج الخبز بتاعنا مدهون دهنه زبده، ممكن نرشه كمان بالدقيق، نعملها معامله الكيك بالظبط. تمام، تعالوا بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الصاج بتاعنا، صاج الومنيوم مقاسه كده حوالي 50 في 40 ودهنينه بالزبده. فتعالوا نرش رش الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم مين؟ رونا. انا اول مره اسمع الاسم ده. يا رونا، الو الو الو، ازيك يا ست؟ يا مساء السعاده. الو، ازيك يا ست؟ ازيك يا روحي، عامله ايه؟ انا اختي اسمها، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اخت مين؟ الو، اختي اسمها فاطمه. اختك اسمها فاطمه، قولي لي اسمك انت بقى كده تاني معلش. رونا. رونا مش روان. الصوت. حاولي توطي التلفزيون عشان تسمعيني على طول وترد عليا. رونا سامعاني كده؟ اه. قولي لي معنى اسمك الحلو ده ايه؟ مش عارفه؟ لا لازم تعرفي وتتصلي بيا مره تانية وتقولي لي. ماشي، اتفقنا؟ حبيبه قلبي ليكي اي اسئله؟ يا رونا خط فصل. طب حاولي تتصلي بينا تانية يا رونا واعرفي لنا بقى معنى الاسم الحلو ده ايه؟ انا بحب الحاجات الجديده. بصوا ادي خليط الخبز الدار. وزعته كده في الصينيه بتاعتنا، ونغطي بقى ونسيب الصينيه بالعيش او بالعجينه بتاعتنا تخمر ويتضاعف حجمها.
بعد حوالي نص ساعة لساعة، ده على حسب درجة حرارة الجو اللي احنا موجودين فيه، هتبتدي العجينة بتاعتنا تخمر وتملى الصاج ويبقى شكلها كده. بالراحة بقى علشان هي ايه ممكن تهبط معانا بسهولة. بصوا الفرق، شايفين هنا قد ايه وهنا قد ايه؟ اتضاعفت، يعني زاد حجمها للضعف اهو، تمام. فتعالوا بينا بقى نشتغل وندهن وشها علشان ندخلها الفرن. ظبط درجة حرارة الفرن على درجة حرارة 200 والرف في النص، وتعالوا بينا نحضر فرشة، نحضر شوكة، ونيجي ناخد البيض بتاعنا او صفار البيض بتاعنا، نديله ربة كده، نخفه باللبن عشان يبقى سهل ان انا افرده على وش العيش بتاعنا. وبالراحة جدا، بالراحة جدا جدا، تمام. ابتدي اوزع خلطة صفار البيض مع اللبن، واحنا بقى بنعمل بالفرشة، راعي ان تشتغلي بالراحة علشان ما يهبطش معاكي، لان لو هبط هيطلع بقى كأنه ولا خمر ولا اي حاجة خالص. فبالراحة كده. ومعنا اسماء على التليفون. يا اسماء، الو. الو يا استاذ فاطمة. اهلا اهلا، ازيك يا سمسم، عاملة ايه؟ الحمد لله. الاخبار؟ الله يخليك، الحمد لله. حبيبتي منوراني. الله يخليكي، تسلمي لي. كنت بس عايزه اسال حضرتك عن طريقه الكوارع، بس الكوارع كده وعايزه اعملها واغسلها ازاي وكده. عينيا الاثنين. انت اول مره تعمليها؟ صراحه. طيب يلا بينا، مطلوبه. يلا بينا نقولها يا سمسم على طول. يلا حبيبتي. كده انا خلاص دهنت العيش بتاعنا خبز الدار، وبعدين نبتدي بقى ان احنا ندي كده رشة من حبة البركة ورشة من السمسم. فرني شغال، درجة حرارة 200، الشبكة في النص، ويلا بسم الله الرحمن الرحيم ندخل على طول. وسريعا سريعا هنقول الكوارع نعملها ازاي لأسماء. بصي يا أسماء، هنجيب الكوارع طبعا نعيد عليها نظافة، ولو في أي شعر فيها ولا أي حاجة فبموس نظيف، وبنبتدي نكحت الكلام ده كله. أهم حاجة تغسليها تبقى فلة. هنحط حلة، هنحط طبق، ونحط في الطبق ده عصير ليمون، شوية خل صغيرين، وفلفل أسود، وننقع فيه الفلفل الأسود حب مش مطحون، ركزي. هنحط الكلام ده كله ونحط فيه الكوارع شويه كده، وبعدين نشطفهم ونصفيهم. هنجيب حله، لو عندك حله ضغط او حله عاديه، طبعا لو حله ضغط تبقى اسرع لانها مش تاخد وقت كبير قوي في سلق الكوارع. هنحط الحله على النار وفيها ميه بتغلي. بعد ما شطفت الكوارع بقى من الميه اللي بخل وليمون وحبوب الفلفل الاسود، هنصفيها وننزلها في الميه المغليه، نسيبها تقلب قلبه، يعني تغلي غلوة اتنين، وبعدين هروح تاني مصفية الكوارع من المية دي وارميها واغسل الحلة تاني، لان هتلاقي بقى فيه رغاوي كده وريم طلع. هنغسل الحلة ونحط بقى مية مغلية، تمام، ونشطف. حتى لما نيجي نشطف الكوارع تاني بعد ما خدت الغلوة دي، بنشطفها بمية سخنة، متحطش على مية ساقعة تاني، اوعي. هتشطفيها بمية سخنة وبعدين ترجعيها في مية مغلية بقى تاني. المية المغلية دي هنحط فيها ايه؟ هنحط فيها عود قرفة. القرفة حلوة جدا، بتضيع اي زفارة. هنحط فلفل اسود برضو، حصى، هنحط ورق لورا، مستكة، حبهان، معلقة صغيرة من السكر، هحط فلفل اسود، وهحط ملح، حط جزراية وبصلاية، طماطماية، فصين من الثوم، عودين كرفس. كل ده بقى هحطه واقفل الحلة بتاعتي. الكوارع تغلي، تهدي النار وتسيبيها، ولما تحس انها قربت تستوي حطي بقى الملح بتاعك عشان تسرعي من عملية تسوية الكوارع. عارفة المرقة الفورية، حطي منها معلقة، هتظبط الطعم وكمان هتخليها تستوي معاكي بسرعة. خلاص بعد ما الكوارع خلاص استوت، تقدري بقى تعملي، تجيبي ووك على نار او حلة، فص توم تشوحيه مع فلفل متقطع، شوحيهم كده على النار شوية، ابشري طماطمتين ثلاثة او اكتر على حسب ما انت عايزة لون الكوارع بقى، بصلصة كتير او قليلة، حطي طماطم زي ما انت عايزة. وبعد ما الطماطم دي تتسبك، حطي رشة سكر، ملح وفلفل اسود، بهارات سبعة، مرقة فورية، حطي كوبايتين من المية، يغلي الكلام ده كله مع بعض، ونزلي فيهم الكوارع بقى وقلبيهم مع بعض، سيبيهم على النار كده 10 دقايق، وقدميها
ب 1000 هنا، وشوفي عايز تحطيه كل ده في طاجن وتدخليه الفرن ياخد كده وش بسيط، وتطلعي بالهنا والشفا. بس كده اهم حاجه الحاجات اللي قلناها في الاول علشان تطلع معاكي طعمها جميل بدون اي زفاره. خلصنا عملنا خبز الدار وبيستوي معانا في الفرن، تعالوا بينا نطلع فاصل صغير خالص، نرجع على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيين. رجعنا لكم تاني، وخبز الدار خطير 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 خطير. شفتوا عجينة أسهل من كده وسريعة جدا في التسوية وسريعة جدا في التخمير، وإيدي شكلها من جوه يا ما شاء الله. بصوا بقى الجمال، بصوا سفنج يا جماعة، سفنج ما شاء الله، اللهم بارك، خطيرة. لونها من جوه أبيض فلة، والله يعني تسلم إيدينا. نعمل كده بقى عشان نبين وناخد ليالي على التليفون، ويلا بينا بقى علشان نحلي. ازيك يا ليالي، عامله ايه؟ ازيك يا فيه؟ ازيك يا روحي، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي، الله ينور عليكي على العيش اللي قصادك ده. حبيبي والله، تسلمي لي. تسلمي يا روحي. بصي بقى، انا طالبه منك طلب. اتفضلي. كنت عملتي ليمون ضربتيه اهو، ليمون اهو. لا لو ايوه ايوه الله ينور عليك. انا عايزه اعرف بقى الطريقه، ما بيتحطش عليه ميه؟ لا خالص، ولا نقطه ميه، ده انت تصفي الليمون كده من الميه، ما تخليش ولا نقطه ميه في الموضوع. طيب وحياتك اللي هو المفروم، ما هو اهو. طيب انا عايزاكي تكتبي لي، تحطي لي الطريقه على الشاشه. حاضر، لو قدرنا ننزلها على طول النهارده هننزلها. طب قولي لي، طيب والنبي والنبي، عشان عايزه اعملها. حاضر، عينيا، هقوله لك، بس اخلص بس الوصفه اللي معانا عشان وقتنا. طب خلاص ريهام هتقول لك، ما تقفليش ما تقفليش، خلاص يلا بينا بس علشان وقتنا. هنعمل بقى وصفه الحلو بتاعتنا النهارده، والحلو معانا النهارده خطير. تعالوا بينا بقى نعمل مع بعض كنافه بالكريم كراميل. تمام، عايزين تشوفوا الليمون؟ طيب الليمون اهو، بصوا كده هنا كويس، شايفين الليمون وجماله يا جماعه؟ ايه الجمال ده، تحفه، ليها حق تبقى مستعجله على الوصفه. لو دقتوه بقى مش عايزه اقول لكم هيعجبكم قد ايه. يلا بينا، تعالوا بينا بقى نشوف كنافه بالكريم كراميل. احنا مدلعين الكنافه ومدلعين الكريم كراميل، ودريم بصراحه مدلعانا بالمنتجات بتاعتها الخطيره، ومن يعني اميز المكونات عندهم او الخلطات اللي عندهم. الكريم كراميل اللي بيطلع خطير متماسك وبدون اضافات كتير، يا دوبك هو لبن وباكت الكريم كراميل بتاع دريم، وخدي بقى احلى كريم كراميل في الدنيا. مقاديرنا بقى هتكون ايه؟ عندي نص كيلو من الكنافه المحمره، 2 باكت من كريم كراميل دريم، لتر من الحليب، كوباية شربات متوسط القوام أو عسل أبيض، وبس كده. مقادير بسيطة بسيطة جدا. تعالوا بينا الأول كده نحط اللبن على النار، عندي لتر من اللبن، وكل كيس كريم كراميل بيحتاج نص كيلو من اللبن بما يعادل كوبايتين، فهحط اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، ونضيف عليه بقى، احنا حطينا لتر لبن يعني هنضيف 2 باكت من كريم كراميل دريم، وادي عبوه التوفير اهي فيها 2 باكت، هنفتحها، والعبوه دي بيبقى فيها 2 باكت كريم كراميل اللي هم دول، و2 باكت صوص كراميل اللي هم دول. تمام، تعالوا ناخد بقى الكريم كراميل ونروح على لتر اللبن او 4 كوبايات من اللبن، ونبتدي ان احنا نضيفهم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. نقلب بقى الكلام ده كده ونسيبه على النار يغلي. في الاثناء دي تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الكنافه. نحكي مع بعض بس الكنافه هتتحمر ازاي. الكنافه ممكن تحمريها على النار. هتحطي صينيه او طاسه على النار فيها نص كوبايه سمنه، تبداي تحمري الكنافه وايدك فيها على طول عشان تطلع كلها لون واحد. انا عن نفسي بفضل اعملها في الفرن لانها ما بتاخدش سمنه كتير، تمام؟ فتقدري بقى ايه وتطلع لونها حلو قوي احسن من بتاعه البوتاجاز، تمام؟ هتحطي السمنه وتقلبيها مع الكنافه وتحطيها في صاج وتدخليها الفرن في النص، وكل شويه تقلبي كل شويه والتانيه تقلبي لغايه ما تاخد اللون الذهبي. اول ما تطلع وهي سخنه على طول هبتدي اضيف لها شربات متوسط القوام او عسل ابيض، تمام؟ بس كده ونبتدي نقلب الكنافه بتاعتنا في الشربات. والشربات هنا هيعمل على تماسك الكنافه، يخلي الكنافه معايا طبعا هيحليها، يعني هيدي لها السكر بتاعها، وكمان هيخليها متماسكه لما نحطها في قالب التشيز كيك. كده انا بقلب العسل مع الكنافه المحمره ده وهي سخنة طبعا علشان ايه ينتشر فيها على طول. بعد ما حطينا الشربات والكنافة بتاعتنا بقت تمام التمام، احضر قالب التشيز كيك اهو، تمام؟ هبتدي افضي فيه الكنافة عشان نعمل كده طبقة لطيفة ونسكنها بقى. سكنها كويس بحيث ان هي تبقى طبقه كده ايه متماسكه كاني بعمل تشيز كيك بالظبط، تمام؟ بس بدل طبقه البسكوت هي طبقه كنافه محمره. سامعيني؟ قولوا لي عايزين ايه؟ لا انا مش سامعاكم بقى. كده ممكن كمان بكوبايه اضغط على الكنافه بحيث ان انا اسكنها كويس قوي. طبعا وهي سخنه بتبقى مفرفطه من بعضها. لما بتبرد العسل والسمنه اللي محطوطه، تمام، اللي اتحمرت فيها الكنافه بتخلي الكنافه تمسك كويس جدا، تبرد تمسك على طول. ادي شكلها، تمام، زي الفل اهي، حلو قوي. بينا بقى نرجع تاني للكريم كراميل بتاع دريم. وزي ما قلت لكم كريم كراميل دريم ميزته ان هو مش محتاج اضافات كتير، هو لبن والباكت بتاع كريم كراميل دريم، لا محتاجه تحطي سكر ولا فانيليا ولا بيض ولا اي اضافات تانية خالص، وبيطلع معاكي ناعم جدا كريمي جدا بدون زفاره البيض، بجد سهل ولذيذ وتماسك بسم الله ما شاء الله حكايه. هنقلب بقى كده على النار، واول ما يغلي خليط الكريم كراميل على النار بنرفعه على طول، تمام؟ احنا كده في انتظار بس، اول ما يغلي هصبه فوق الكنافه، اسيبه يبرد في درجه الحراره العاديه وادخله الثلاجه ساعتين ثلاثه، بيبقى جاهز جدا ان هو يتقدم معانا ويطلع معانا بالشكل الخطير ده. ما تيجوا نزينه المقص بتاعي اهو. تعالوا بينا بقى، ده شكل الكنافة بالكريم كراميل بعد ما بيبردوا. طبعا بردت تماما وهنا طبقة الكريم كراميل بقت متماسكة خالص بسم الله ما شاء الله حلوة قوي. نبتدي بقى نزينها بصوص الكراميل اللي بيجي في نفس العبوة. مش قادرة اقول لكم بقى على الطعم يا جماعة بيبقى عامل ازاي، الطعم بيبقى خطير. مش محتاجين اكتر من كده، ونبقى عملنا حاجة حلوة ولذيذة وسهلة وطعمة جدا في وقت قليل قوي، وتغيير عن المعتاد في تقديم الكنافة. احنا خلاص كده، بس هظبط ايه صوص الكراميل فوق الكنافة، اوزعه، تمام؟ شايفين متماسك جدا، كريم كراميل متماسك وتحفه ما شاء الله، ايه الجمال ده. والطعم بقى يعني حدث ولا حرج. هنا خلاص الكريم كراميل على النار سخن تماما، غلي. هو اول ما يغلي انا مش عايزه اكتر من كده، ببتدي ارفعه من على النار واصبه بقى فوق خليط او فوق الكنافه اللي احنا عملناها وحمرناها وسكناها.
بس بالراحه بالراحه كده، ونبتدي نصب الكريم كراميل. زي ما قلنا في البيت بقى بنعمل خلطه او نعمل الطبقه بتاعه الكنافه دي وندخل التلاجة. ليه؟ علشان الكنافه تتماسك بفعل زي ما قلنا السمنه اللي محطوطه والعسل اللي محطوط يخليها تتماسك وتبقى جامده، ما تطلعش معانا خالص وما يطلعش منها شعيرات خالص. تمام بالشكل ده، قولوا لي يلا بينا. احنا كده خلاص خلصنا، عملنا مع بعض النهارده الكنافه بالكريم كراميل من دريم. التماسك بتاعه هايل، الطعم بتاعه خطير بدون اضافات كتير، والنتيجه بجد حلوه 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 قوي زياده عن اللزوم. ده كده كانت وصفتنا النهارده لدريم. عملنا النهارده كمان كفته داوود باشا، واستخدمنا فيها خلطه كنور، خلطه المفروم من كنور بتزود الكميه والطعم بجد تحفه جدا. اما العيش بتاعنا النهارده عملنا خبز الدار، خبز سفنجي وخطير جدا. بصوا التسويه بتاعته من تحت اهي، مين كده ومن فوق، وقد ايه فلافي جدا كانها سفنجه بالظبط. دي كده كانت وصفاتنا النهارده، اتمنى تكون نالت اعجابكم. يا رب دايما كده اكون عند حسن ظنكم. هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم اللي دايما بتساعدنا على بيج العزومه. كنت معاكم فاطمه بوحاتي، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.